حضراتكم، أهلا بحضراتكم مرة تانية، وما زلنا معكم من خلال الأهلي الليلة. ونبدأ في هذا الحوار هنتكلم عن منتخب مصر، هنتكلم عن فرص المنتخب في الفوز وفي المنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية 2019، هنتكلم عن تكريم عدد من رموز الكرة المصرية ومن أبرز نجوم الكرة المصرية ودخولهم ضمن تصنيف 30 لاعب يعتبروا أساطير الكرة الأفريقية وفقا لتصنيف فرانس فوتبول، فضلا عن اختيار الكابتن الخطيب وتكليفه سفيرا للكرة الأفريقية في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019. وفي النهاية هيكون في جزء كبير من هذا الحوار، ماذا سنفعل وكيف سنكمل أو نختتم الدوري الممتاز المصري، هنعمل إيه، مواعيد القيد الأفريقي، الدوري هيستكمل إزاي، تحديد أبطال الدوري والكاس اللي هيشاركوا في الشامبيونز ليج الأفريقي أو دوري أبطال أفريقي أو النسخة الثانية من البطولة أو الكونفدرالية الأفريقية. أسئلة كثيرة موجهة إلى ضيفنا في استوديو الأهلي ليلة، نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا، الكابتن عمرو الحديدي. مساء الخير كابتن عمرو، سعداء بوجودك معنا النهاردة. ربنا يخليك يا محمد، أنا الأسعد، ربنا يكرمك. نبدأ بالكابتن الخطيب وعطائه وتاريخه واسمه وفي إسهاماته الكبيرة طبعا في عالم كرة القدم واختياره سفيرا للكرة الأفريقية في بطولة أو نهائيات 2019. بص محمد، كابتن محمود مهما كانت الأجيال هو ما أحسن من رأت الكرة المصرية أو الكرة الأفريقية هذا اللاعب. بتيجي أجيال كتير، عدت أجيال سنين من الألفية التسعينات، كابتن محمود الخطيب يتوج أسطورة من أسطورات الكرة المصرية التي لن تتكرر. فدي يعني الحمد لله إن احنا منظمين للبطولة في الفترة ديت، وكابتن محمود يعني موجود، ربنا يديله الصحة. حاجة يعني هنقول ايه، دي حاجة مش بتفكرنا، احنا عمرنا ما هننساه، دي شيء بيفكر العالم كله إن احنا عندنا قيمة كبيرة اسمها كابتن محمود الخطيب موجودة في الكرة المصرية، بتضيف ليها الكرة الأفريقية، وابتدت تتعرف في العالمية في وجود محمد صلاح. أسماء كتير هتلاقيها موجودة في البطولة دي. احنا بنبارك لأنفسنا الأول على إن كابتن محمود من أحسن 30 لاعب في أفريقيا فرانس فوتبول، ومع الكابتن الخطيب من مصر ايضا في افضل 30 لاعب في تاريخ الكره الافريقيه، النجوم الكبار ايضا عصام الحضري، محمد صلاح، محمد ابو تريكه. خلاص احنا بنتكلم على اربعه من نجوم مصر، عصام لحراسه المرمى، كابتن محمود الخطيب كاحسن فيرو جه في تاريخ الكره المصريه وبالكره الافريقيه، محمد صلاح اللي بقى احسن ثالث لعيب في العالم، بل مترشح يبقى من احسن لعيبه في العالم، احسن لاعب رقم واحد، محمد ابو تريكه الاسطوره المصغره من كابتن محمود الخطيب. فاحنا بنشكر كل من ساهم في التصويت من الخبراء ان هو ده الشيء السليم او الشيء الاختيار اللي في محله لوجود اسم كبير زي كابتن محمود الخطيب لافتتاح بطوله الامم 2019 في مصر. كابتن عمرو، خلينا نتكلم عن منتخب مصر قبل ما ننتقل للحديث عن الدوري الممتاز وهنكمله ازاي وتاثيرات شكل الدوري هذا الموسم وكيف سيستكمل. مش عارفين بقى في حاجه تتعمل قبل او بعد، خلاص احنا بعد يومين كاس الامم هتبدا. خلينا نتكلم عن منتخب مصر واستعداداته المباراة الثانية اللي أجريت بالأمس والفوز 3-1 أمام غينيا. شكل المباراة، مقارنة منتخبنا وأداؤه في المباراة دي بالمباراة الأولى أمام تنزانيا، شايف الأمور فنيا إزاي؟ أعتقد مستر أجيري كان في الأول في المباراة الأولانية كانت يعني زي ما بيقولوا مش تجربة، خلاص احنا اخترنا المجموعة اللي هتبقى موجودة في المعسكر واللي هيجتاز بيها البطولة القادمة. ابتدى يحط نقط على حروف للاعيبة المتواجدة، مين يبقى موجود، مين يبقى عفوا مش موضوع بديل اما احتاجه. المباراة التانية كان في شكل تاني خالص بقى. وجود صلاح، ايه الفرق من وجهة نظرك عن المباراة الأولى؟ يعني في حتة نفسية في وجود الأساسيين، مش هنجامل وهنقول حاجة معينة. وجود اساسيين باستمرار، النني، محمد صلاح، تريزيجيه، الاختيار محمود حمدي كانوا كويسين قوي، يعني الشكل بقى افضل، بيوصل طمانينه للعامل النفسي للجماهير وللعيبه ان مصر موجوده، الاداء شكله تطور عن المباراه الاولانيه، المسافه ما بين المباراه الاولى والثانيه مش كتير، التهديف، الجمهور كان عايز محمد يكون موجود في الملعب، صلاح، محمد صلاح، الاقاويل والتوقعات اللي بتتقال، محمد مش جاي، محمد ما الحاجات اللي بتتقال، هو كان قاعد المره اللي فاتت فجاه بقى موجود في الملعب، حته تكريم ليه ان هم لو خدت بالك حضرتك في الملعب كان في حته ان محمد كان عيد ميلاده ازاي يهدف، هو عمل الاصعب، انا ما اديتكش انك انت تهدف، انا اللي كافئتك انك انت اللي تهدف، محمد اللي عمل العكس. ففي شويه حاجات كده انت عايز توصل طمانينه الجماهير المصريه لاداء محمد صلاح، لاطمئنان عليه، لاداء النني، لتريزيجيه،
للاستقرار بالنسبة لحراسة المرمى، الاستقرار لخط الظهر، أطراف الملعب، نص الملعب، كل واحد بيتكهن أو بيتخيل أو بيتوقع تشكيل معين. انت لو جيت قلت لاي حد دلوقتي يتوقعه ويقولوا على طول. انا عاجبني في كلامك كابتن عمرو انك بتتكلم عن المنتخب كله، نجوم المنتخب، المجموعه الاساسيه، مهما كان عندنا نجم استثنائي سوبر ستار منتخبنا والجيل الحالي من نجوم مصر في كره القدم محمد صلاح، ده في اجماع في الاراء عليه، ولكن التوازن ده في الكلام مطلوب عشان الحاله المعنويه، عشان احساس نجومنا انه مطلوب الاهتمام بالمنتخب كله، ان النجم الواحد احنا بنلعب لعبه جماعيه وتيم ورك، مهما كان عندنا نجم بقدرات استثنائيه زي محمد صلاح كلنا بنعول عليها كثيرا في كاس الامم، وان هو الكي بلاير الاول لمنتخبنا وسوبر ستار المنتخب، لكن حاله كل خطوط المنتخب مهمه في البطوله دي، محتاجين نجومنا كلهم يبقوا في احسن حالات. استاذ محمد ازاي هنتوقع ده في وجود امكانيات محمد صلاح لعدم فوقان باقي اللعيبه؟ يعني احنا اسباب، احنا بنجهز كحراس مرمى بحسسك ان انا فايق، خط ظهر بيحضر صح، نص ملعب بيوزع كره سليمه، تالق لمحمد صلاح فيما هو منسوب ليه للاداء، هو عارف ومتاكد ان الشعب المصري كله حاطط طموحه ان هو يقدر يعمل الفرق، ان محمد صلاح يقدر يعمل الفرق، زي ما احنا بنقول في برشلونه بنقول ميسي، بنقول كريستيانو، في اليوفنتوس كل واحد فينا بيقول، احنا دلوقتي بنتباهى وبنفتخر ان محمد صلاح يقدر يعدل الدفه لوحده كحته مجهود فردي، كحته سرعات، كحته امكانيات. محمد كورته اتغيرت تماما بعد بطوله اوروبا، بعد حصوله على بطوله اوروبا، بقى في شكل، بقى في اسلوب، بقى في اداء، بقى في فكر، بقى في تقل على الكوره والخبرات، بقى في ثقه في قدراته. تريزيجيه، ورده، خلاص انت دلوقتي بقى عندك مجموعه ظهور تقدر تحلي بيها اي جنينه في الدنيا، هي جنينه مصر، اللعيبه اللي موجوده دي. انت دلوقتي مش مطلوب منك غير ان فاضل ساعات بل او وقت بسيط قوي، ساعات يعني ساعات اللي بقينا ونعلن عن بطوله امم، مطلوب ان الشعب المصري يفرح. طيب كابتن عمرو تقول ايه فنيا بقى بخبراتك كنجم في المنتخب وفي النادي الاهلي سابقا للناس اللي بتقيس مستوى المنتخب وبتقيمه من خلال مباريات وديه وكانوا قلقانين بعد مباراه تنزانيا وشكل المنتخب مش مطمئن، هل احنا نقدر نقول منتخبنا نقدر نقيم تقييم حقيقي قبل ما نشوفه في البطوله الرسميه؟ احنا كلنا هنتوقع وكلنا خبراء، اي حد هيتكلم هيتكلم على اللي هو بيشوفه. لا، في حاجه اسمها اداء مباراه وديه كتجربه، وفي ان انا بخش في المباراه الرسميه. ادائي في المباراه الرسميه لو احنا تخيلنا بطوله امم قبل كده ومصر كانت رايحه ضيف شرف، فجاه وصلنا للنهائي لو انت فاكر مع الكاميرون، محدش كان متوقع ان مصر توصل. لا، احنا دلوقتي بنتكلم بنتوازن ان احنا في دور بنجتازه من مباراتين او ثلاث مباريات، بعد كده بنفكر بعد، هي بتتحسب كده. في عامل كبير قوي اسمه الجماهير، في اداء، يمكن زياره سياده الرئيس للمنتخب دي عامل نفسي كبير جدا في الظروف دي بالذات، يعني في الظروف السياسيه اللي هو مشغول بيها، حاسس باللعيبه وحاسس بالمسؤوليه اللي هو حملها لهم بزيارته ليهم. ان انا خدت من خدت بايديهم من الروح المعنويه وارتفاع المستوى النفسي لاداء اللعيبه في بطوله امم، والمطالبه ان اللعيبه تبذل مجهود كبير بالزبط. في البطوله ان اقدموا احسن ما عندكم في البطوله بالزبط. دي بالظبط، احنا كل يعني كل واحد هيبقى محتاج، الدوله بتوفر كل شيء، مدرب المنتخب عايز فكر معين يؤدي بيه في المباريات القادمه، لعيبه تنفذ اسلوب مدرب وابتكار لكل لاعب لحصول على بطوله امم، شعب طبعا عايز صور يفرح. لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللاعبين ومع الجهاز الفني مع المنتخب كله يعني، وهذه الزياره اللي تم فيها التاكيد على اهتمام الجمهور بالبطوله ومتابعته والتفافه حول هذه البطوله وحول لاعبي منتخب مصر، والتوقيعات اللي تم جمعها للاعبين، اللاعبين وقعوا على تيشرت المنتخب وقاموا باهدائه للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذا اللقاء، ومصافحه نجوم المنتخب في مقدمتهم نجمنا محمد صلاح، والجهاز الفني كان في صور مصافحه مع الكابتن احمد ناجي منذ قليل. هنا التركيز من القياده السياسيه على انه الجمهور يا جماعه مستني منكم كتير ومش هيقبل باقل من انكم تقدموا المستوى المعروف انه يليق بيكم، انكم تكونوا يعني بتنافسوا على اللقب. احنا كدوله وفرنا شيء للامكانيات الخاصه بالاستادات والتطورات اللي هتبقى موجوده في مصر، انتوا بقى فرحوا الشعب المصري بتكمله ما هو انتهت منه الدوله للتجهيز، انت بقى بتفرح الشعب بالنتيجه.
في اهتمام كبير كمان الفترة اللي فاتت بالمنتخب، يعني تصريحات والزيارات الميدانية للمسؤولين في الدولة، حتى القيادة السياسية في مقدمتها رئيس الجمهورية، وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، كل المسؤولين، عملية تفقد المنشآت وعملية التطوير في الاستادات عشان البطولة تخرج بأفضل شكل ممكن، حتى فكرة التطوير أو الخدمات الإعلامية اللي بتحاول تقدم الخدمة بشكل مميز لكل الجماهير المصرية ودون أي أعباء أو أي تكلفة مالية. يعني كان في تفكير توسيع دائرة المشاركة. أقول لك حاجة مهمة جدا بره النطاق اللي احنا بنتكلم فيه، الزياره دي بتخلي، يعني انا هتكلم كلاعب، الموضوع ده بيخليك في موضوع تاني خالص، بتنتقل في مشوار تاني خالص، بتنتقل في مكانه تانيه خالص. يعني الزياره مسؤوليه زادت عليك، بالظبط كده، بالظبط خلاص. انت قاعد ومركز وحاطط لنفسك تركيز معين هتشتغل من خلاله، فجاه دخل رئيس الجمهوريه بيصافح المنتخب بالكامل وبيقول كلمه ليهم كل واحد، ولو ذكر فيها اسم حد وهو بيقول له احنا متوقعين منك انك انت اللي مستنيين منك كتير، مستنيين امكانياتك، مستنيين ان كنت تبقوا خط دفاع قوي سد منيع لاي اهداف ضد منتخب مصر، كل الكلام ده بيحملك مسؤوليه اكتر من ما كنت انت عليه وانت شغال في التمرين. رئيس الجمهوريه اعلى فئه موجوده في الدوله هي اللي بتزورك وهي اللي بتتكلم معاك مع قيادات الدوله. طيب نتكلم عن مستوى منتخب مصر فنيا بقى كابتن عمرو، بنتكلم عن كل الناس مع منتخب مصر ان شاء الله ويكون هو يعني الاوفر حظا في المنافسه على لقب وفي فرص الفوز بالبطوله ان شاء الله، وعامل الارض والجمهور الى اخر هذه العوامل اللي بتساند منتخبنا في هذه البطوله. فنيا بقى الناس كلها اجمعت على عدد من الاسماء، اي نجم بنساله، اي محلل، اي لاعب سابق بيقول، اي محلل فني طبعا كروي بيقول، المغرب مع مصر، يعني المغرب، تونس، الجزائر، السنغال، نيجيريا، دايما الاسماء بنسمعها كده بالترتيب ده، ودايما في مقدمتهم بعد منتخب مصر المغرب والسنغال تحديدا. رايك ايه؟ يعني احنا ولا الامور مش كده، مش بالبساطه اللي الناس متخيلها دي. اسالك على حاجه، هي مش موضوع شكلها هتمشي ازاي او مين اللي هيبقى مترشح، ما فيهاش توقعات. احنا ممكن نقول ان مصر هي اللي هتوصل، وممكن نقول احنا مش هنعدي الدور الاول، هنخلص الدور الاول، الموضوع انتهى. اول مباراه، بعد اول مباراه تقدر تقول ترسم الشكل والتابلو اللي انت هتكمل فيه لغايه اخر. بعد اول مباراه بالنسبه لمنتخبنا، بعد منتخبنا. اما انت متعود انك هتسمع ان منتخب المغرب حاجه هايله، منتخب تونس هايل، منتخب الجزائر هايل، منتخب السنغال هايل. احنا برضو عارفين قدرات نفسنا كويس قوي. بعد اول مباراه تقدر تحدد انت مشكلتك، انك بتقرا الجيم من المباراه الوديه، تقرا الجيم من التجمعات بتاعت المنتخب البسيطه والمباريات الوديه، يعني هنقول هي اضعف من المباريات الرسميه اللي هتبقى موجوده. القياس عليها مش حاجه دقيقه، يعني كلام مش سليم ان انا قايم المنتخب بالزبط من خلال المباريات الوديه. ممكن تكون انت كويس جدا في مباراه رسميه كبيره جدا وتادي اداء بسيط جدا في فرقه ضعيفه. ما بتتحسبش كده، بتتحسب درجه التركيز في المباراه الرسميه، بتاخد شكل تاني خالص. الاسماء اللي موجوده في الفرقه اللي قدامك بتخليك، انا هتكلم برضو عن نفسي، حته ان انا اكون مدافع بحط نفسي في اطار مختلف عن لعيبه نص الملعب او الفيرود، بحمل نفسي مسؤوليه اكبر من المعدل العادي، ان انا بلتزم فيرود هداف، بكون معاه مان تو مان، ببقى بكون مركز، مديلوش مساحات لحاجه واحده، ما هو ده اللي هيهدف. لو انا التزمت بده في الجزء اللي انا مرتبط ان انا العب عليه منفي، في غيري ملتزم بمكان تاني وغيري ملتزم بمكان تاني، وحارس مرمى يقدر يفوقني نفسيا لو هو فايق. دي تقدر تقراها من اول مباراه. احنا قلنا برافو منتخب مصر في المباراه الثانيه في الشوط الثاني بعد الثلاث اهداف، حلو قوي. طب ما انت لو جيت حسبت او جيت توقعت عن المباراه الاولى، لا لا لا، ده احنا مستوانا عادي وقليل ومتوسط وما وصلناش للامكانيات اللي احنا طالبينها ولا اداء اللعيبه، لا لا مفيش الكلام ده. في حاجه اسمها المباراه الرسميه لبطوله درجة تركيزها بتوصل لأكثر من 100%. ودايما يقال إن مستوانا بيزيد في الدورات المجمعة. بالظبط. من البداية للنهاية مستوانا بيعلى وصولا لسه برضه بقول لك، موضوع الجمهور ده هيخليك في حتة تانية خالص. هيخليك في حتة تانية خالص خالص خالص. هتلاقي أداء أنت مش متوقعه. ممكن ما شفناهوش من اللعيبة قبل كده. عشان إحنا بقالنا كتير ما شفناهوش، ما شفناش حضور جماهيري كبير. إحنا شفنا مباراة الزمالك بس. يعني إحنا كلنا قلنا في نهائي الكونفدرالية ليه ما يبقاش الاستادات بتاعتنا بالشكل اللي احنا شفناه، التابلو الشيك قوي اللي احنا شفناه ده، وامنيا الموضوع اسهل مما الناس متخيلاه. ما هو
المباراة مشيت 60 ولا 70 ألف متفرج على ما يرام، ما كانش فيه تجاوزات من أي حد. طيب يعني كابتن عمرو الحديدي مع الآراء اللي بتقول إنها البطولة لن تخرج عن إن المربع الذهبي أو أربع فرق من المنتخبات اللي قلنا أسماءها دلوقتي هي اللي هتبقى في المربع الذهبي، ولا الأمور وارد فيها المفاجآت ومش بالسهولة التوقع كده؟ أي حد هيجي قدامك يا أستاذ محمد من دلوقتي وهيتكلم هيتكلم بتوقعات عادية. بعد ما المباراة الأولى هيجي يقول لك بقى على تصريحات وتحليل وهيقول لك كل المنتخبات كلها بالظبط الدور الأول. بعد ما بس هي مش بتتحسب كده، ممكن اكون انا لسه ما دخلتش في الجيم من المباراه الثانيه بزيد، من المباراه الثالثه بزيد، اخش في الادوار اللي بعد كده ببقى خلاص دخلت في فورم التركيز ان انا اخد البطوله. بعد اول مباراه درجه التهديف هتحس بيها، هتشوف عدد الاهداف اللي دخلت في اول مباريات هتتلعب او اول دور، هتحس عدد التهديف ده بيعلي كفه مين من الفرق دي اللي تقدر يتحط عليها الزوم وتقول ان دي الاقرب. مين انت هتتكلم على الذكر هتقول السنغال، هتقول نيجيريا، هتقول المغرب اللي هي الاسماء الاكبر اللي انت شفته في افريقيا اللي انت شفته. طب اصبر شويه وبعد ما هتشوف مين اللي هيبقى الجيم جيمه او الطريق طريقه هتبتدي تقول ايه، ده هنا انا هميل شويه ان مصر، انا هميل هنا شويه الجزائر، عيارها عالي اكتر من المغرب وتونس، هتقولها كده بعد اول زي ما شفنا كل في كاس العالم، نهائيات كاس العالم الكبار والاسماء عماله تخرج تباعا من البطوله والمفاجآت طول الوقت، وبقى شكل مشوار البطوله في السيمي فاينل مختلف خالص عن التوقعات في بدايه البطوله. حد كان متوقع ان برشلونه تخرج بطوله اوروبا؟ لا طبعا، بس خلاص. طيب كابتن عمرو، مين في ذكرياتك كنجم في المنتخب وفي النادي الاهلي الفريق اللاعبين اللي كانوا يتعبوك قوي تعمل حسابهم ليله المباراه تقول انا بكره لازم اضرب مجهودي في ثلاثه، سواء فريق افريقي بيلعب الاهلي في بطوله افريقيا او منتخب افريقي بيلعب منتخب مصر؟ لا، لو في لكرتهم مزعجة للمدافعين. بص، أول مرة ليا كنت أنا موجود في المنتخب، كنت بتفرج على منتخب تونس وأنا بسخن بتفرج مش مركز في الترخيصين، هادي بن رخيص الله يرحمه، عياد الحمروني، عماد بن يونس، فوز الرويسي، سامي الطرابلسي. بس الجيل ده كان قوي، الجيل ده كان قوي في الترجي وفي منتخب تونس فعلا. الجزائر أسماء بس مش بقيمة فرقة تونس في الوقت ده، اسكندر السويح، نبيل بشاوش، اسماء كانت كتيره موجوده واسماء كلها هايله، طارق ثابت، كانوا فيهم ناس كتير جدا، عيادي الحمروني، عياد ملك، كانوا عياد يعني. الاسمر وهادي بالرخيصه، انا كنت بلعب بقى انا اللي متكفل بيه العب معاه في الكوره الثابته، سراج الدين الشيحي، المجموعه دي كانت فرقه هايله. بص، كان عندهم احسن لعيب نص ملعب شفته اسكندر السويح، مش طبيعي، مش عادي، نبيل معلول، دي الناس كانت موجوده. في افريقيا بقى كانت بتلاقي اسم اسمين، انت دلوقتي قلت في نص فرقه منتخب تونس، المغرب احمد بهجت، توفيق بلاغه، محمد القدميري، ابراهيم صابر، مصطفى مستودع. كان في وقت كان في محاولات للتعاقد مع احمد بهجه في الاهلي، وكان اسمه اتقال انه قرب قوي التفاوض مع الاهلي، هو الماتش ده وكان اسمه هو الماتش ده كان في اعتزال الكابتن طاهر، وكان بيلعب مع الاتحاد السعودي وانا كنت بلعب على اليمين، وكان الاتفاق يا احمد بهجه يا مصطفى مستودع يا بصير صلاح الدين، بس كان ساعتها احنا هنا في بطوله عربيه، كان بصير صلاح الدين كان هو الاكثر، كان متالق وكانت المواجهات مع الاهلي، بس مشير حنفي خلص الموضوع، ما فيش مجاي البصير. دي المباراه اللي وليد صلاح الدين تالق فيها وخلص المباراه باهداف شكلها كان جميل، وهي دي المباراه اللي اتولد فيها هشام حنفي. صحيح، اللي جاب اهداف هي البطوله دي كانت كمان الاولمبيك البيضاوي، تالق فيها بشكله تسديدات من نص الملعب وكان حاجه بالزبط. مفاجاه للجمهور بالظبط. طيب خلينا نتكلم شويه عن الفتره الجايه، شايف المنتخبات العربيه منتخب مصر مع المنتخبات اللي بنتكلم عنها كرتهم اكثر تطورا في الفتره دي دلوقتي، في محترفين في كل المنتخبات دي في اوروبا، ولا المنتخبات اللي هي بتمثل القاره السمراء، المنتخبات الثانيه نيجيريا، الكاميرون، السنغال؟ المنتخبات الافريقيه اكثر، اكتر اتطورت اكتر. طبعا هتلاقي المنتخبات العربيه فيها اسم اتنين بكتير قوي، افريقيا هتلاقي فيها 3 4، معظم الفرق اللي موجوده في المنتخبات الافريقيه محترفه في اوروبا كلها. انت لو جيت بصيت مثلا رياض محرز، محمد صلاح، هتلاقي اسم اسمين بكتير، مش هتلاقي عدد. ماني، شوف هتلاقي مع ماني، هو النهارده بالحسابات بالارقام اكبر نجمين جايين البطوله بعد الشامبيونز ليج صلاح وماني، اهو اثنين فرقه واحده، ماني وصلاح هما الاسمين الاكبر في البطوله، لمنتخبين كبار مصر والسنغال. هي برضو لو رجعت بالذاكره زمان كانت الاسماء اكبر واكبر واكبر، من اول في مصر
من اهل الجيل الكبير. هو وصلنا لجورج وايا، جورج وايا خد افضل لاعب في العالم، يعني ده اللاعب الافريقي الوحيد اللي قدر حتى الان يحصل على اللقب ده. كنت بتسمع قبل كده ايتو ودروجبا وعبيدي بيليه وجي ميلا واسماء كبيره. هتلاقي القاريه السمراء اكتر بكتير ان هم بيوصلوا للاحتراف اسرع من الدول العربيه وفي انديه كبيره. شايف انه الكره الافريقيه او افريقيا السمراء متطوره بسرعه اكبر من المنتخبات العربيه، بس ابتدينا نتعلم ان احنا نوصل برضو للطريق، نبقى عندنا محترفين كتير بالزبط. نقدر نجاري المنتخبات بالظبط، بس اهم حاجه ما انا اكون محترف بس استمر في الاداء اللي انا فيه. هي مش موضوع ان انا محترف بروح وسنه واتنين وبرجع، لا انا بستمر ان انا يعني في طموح معين، هو الطموح حبني وانا حبيته، هو بتاعي ولزق فيا مش عايز يسيبني، انا مكمل معاه بقى لغايه ما يوصلني، وده بسم الله ما شاء الله اللي في موجود اللي فيه محمد صلاح دلوقتي. كابتن عمرو، هل متوقع منتخب مصر يعني او البطوله تشهد مولد نجم جديد من نجوم منتخبنا، يبقى له مساحه تانية من الاقناع عند الجمهور من النجوميه، يعمل حاجات بره المتوقع خالص في البطوله دي؟ مين؟ طارق حامد وتريزيجيه. طارق حامد وتريزيجيه. بصوا يا جماعه، احنا لازم نتفق ان احسن ديفندر موجود في مصر طارق حامد في الفتره دي، بس بشرط يلعب لوحده على الدايره، لوحده ما يلعبش جنب ديفندر تاني. ليه؟ ايه الفرق؟ هو بيحب يتحرك في الاطار ده. طارق من ايام كان موجود في الجيش لغايه ما راح سموحه، راح زمالك، بيحب ركز في كل الماتشات اللي طارق لعبها. حته قوس الدايره في النص التلت بتاع تلت فريقه والتلت الهجومي للفريق الخصم، طارق بيحب يتحرك في الحته دي كويس قوي، بياخد مساحه للحركه كويس جدا. عكس اما بيكون الملعب مقسوم نصين، هو بيشتغل مع جزء والديفندر التاني بيشتغل مع جزء. مش هتلاقي حد في اتفاق في الحته دي في مصر زي شوقي وحسن عبد ربه. مش هتلاقي حد في مصر، ده جيل 2008 بقى، الجيل اللي هو مقتنع وانسجام غير عادي ما بين شوقي وما بين حسني. نفس الكلام في النادي الاهلي، هتلاقي حسام عاشور بيحب الحته دي لوحده. يعني خلاص بحس ان المكان ده كله بتاعي، بعرف اتحرك فيه واعرف اقسم فيه واعرف ازود فيه مجهودي باسلوب معين. يعني شايف ان افضل اداء للدفاع في خط وسط منتخب مصر بطارق حامد انه يلعب لوحده في الدايره. بس المنتخب اعتقد انه بيعتمد طول الفتره اللي فاتت على اثنين ديفندرز. عشان ايه؟ حاسس الملعب بلدي النني وطارق. لا بجرب هو النني لوحده، جرب حامد لوحده. اصل طارق بيجيد الالتحام كويس قوي. بيجيد المساحات والضغط في حته معينه ويقدر ينقل الهجمه في طريقه معينه. ده كويس. اما يبقى معايا حد يبقى انا محكوم ان انا اشتغل في جزء بسيط على جنب، والجزء الثاني للديفندر المساعد ليا اللي موجود جنبي. فبنفقد جنب. حسب كلامك بقى كابتن عمرو ميزه الجانب الثاني اللي طارق ما بيشتغلش فيه في الملعب. بالظبط. بالظبط. ما هو خلاص، ما هو طارق دلوقتي بيشتغل في جنب وبيعمل اتصال للديفندر الثاني. انني طيب، هل فنيا بتفكر ان طارق حامد يبقى موجود في الدايره بشكل حر لوحده وقدامه ديفندر تاني واخد مساحه تانية داخل مرمى الملعب المنافس، ولا نلعب بديفندر واحد؟ لا، بس ديفندر حته دفاعيه والتحرك لمنتصف الملعب، وديفندر عنده الرؤيه والصانع الالعاب اللي يشتغل في الحته الثانيه. ديفندر متقدم شويه، بيلعب كانه بلاي ميكر. عبد الله السعيد، ايا كان من الاسماء الموجوده. اعتقد مستر اجيلي هو عارف مين اللي يقدر، لكن ديفندر صريح واحد في نص الملعب. انت عندك دونجا، عندك طارق حامد، وعندك النني، كله ثابت. الوحيد المتحرك هتلاقي طارق حامد وليد سليمان، صح؟ خلاص، يبقى احنا بنتكلم في واحد مدافع خط ثابت على الدايره، واحد متحرك بيزيد تحت الفراوده. وليد سليمان ومشاركته مع المنتخب، الناس مبسوطه جدا لانها بتشعر ان وليد كان يستحق هذا التكريم. وليد بقاله سنتين ثلاثة بيقدم مستوى فيه نضج وثقة وتألق وأهداف، وإنه مؤثر جدا في مباريات النادي الأهلي المحلية والدولية، وإنه كان يعني مستواه يفرض على الجميع اختياره. رأيك إيه كابتن؟ هو أحسن حالات وليد كانت الفترة اللي فاتت. أنت مصمم إنك ما تاخدوش واتصاب ورجع بقى كويس، واتصاب ورجع بقى كويس، خلاص بقى انت في حته معينه انت مش واخد بالك منها. لو العامل النفسي لاختياره ده شيء يكون يعني عايز اقولها ازاي، بيعجل بشفائه اكتر من 60% من اصابته. هو جاله وقت كان محبط، قال انا هعتزل اللعب الدولي، لانه شاف ان هو بيقدم افضل مستوى ممكن يقدمه لعيب على الاطلاق وما بيروحش المنتخب. ده عامل نفسي ممكن يعود عليا بالاصابه، يعود عليا بالضغط النفسي ان انا ادائي اعمل حركه مفاجاه اتعور فيها. فهو في الوقت دوت
الناس فرحانة ليه وهو فرحان وعايز يكافئ فرحة الناس بالاختيار عن اقتناع. أنا اخترتني عن اقتناع، أنا وليد سليمان اخترتني على اقتناع أن أنا هأدي الأداء اللي المفروض كنت تاخدني فيه من بدري. وهو ده وليد سليمان كفته راحة. متوقع يبقى له دور مهم في طبعا لعيب يعني عايز أقول لعيب ذو المهام الخاصة في الحالات الحرجة، لأن وليد بيقدر ينزل ساعات في مباريات في وقت قليل جدا يغير الشكل خالص. طبعا الدنيا تبقى مقفلة وصعبة. بص بس احنا ما بنتكلمش على لعيب صغير، لعيب بيعلي كفة فرقة. وليد سليمان بيعلي كفة فرقة نادي الأهلي في وقت كتير الأداء ما كانش فيه الدنيا، بيبقى الشكل متأزم قوي الفرقة فنيا في الملعب. هو بيكون هو النقاط اللي بيحسم الموقف بأدائه، بكرة ثابتة، بمهارة ومراوغة معينة. لا هو لعيب كبير واعتقد انه هيبقى ليه دور في منتخب مصر ان شاء الله. نتمنى يكون موفق، هو يستحق ده بادائه وعطائه ومستواه الرائع فنيا وبدنيا في خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا ومرحله النضج اللي وصلها فنيا طبعا. بشكل طبعا في اجماع في الاراء عليه. المدافعين، عايز تقول ايه المدافعين منتخب مصر لما كنت بتشارك كنجم في دفاع النادي الاهلي ومساك مهم جدا في تاريخ النادي الاهلي ومنتخب مصر؟ مين اللاعب اللي كنت بترتاح في وجوده جنبك في الملعب بيطمنك، وازاي الاثنين المساكين يبقى بينهم لغه تخلي نسبة الأخطاء قليلة؟ بص لما كنا بنبقى موجودين حتة إن إحنا كنا كان في الوقت ده كنا بنلعب بطريقة 3-5-2، أنا كنت ألعب أنا ومشير أو مشير ويوسف أو أنا وكمونة. أهم حاجة إنك أنت بتلتزم بالمان والتحركات مان تو مان بدون سلم مستلم، ومعاك ليبرو متأكد إنك أنت لو أخطأت هو هيكون في الوقت دوت بيغطي على اخطائك ويعتبرك انك ما اخطاتش. كان في جمال وطبعا محمود ابو الذهب، بس انا لعبت كتير قوي مع محمود. انت حاسس ان هو مريحك. واما كان محمود ايام متفاهمين كنتوا في الملعب جدا. اما كان يبقى مصاب كان بيبقى كمونه وانا ومشير، مشير ويوسف وكمونه. احنا الاثنين ماسكين كانت لغه واحده. الصوت مسموع مهما كانت حوالينا من تشجيع جماهيري مان، يبقى خلاص بنتفق قبل الملعب قبل ما بننزل، مشير يوسف كمونة هلعب مان في اي حته، مان مش هنسلم مستلم غير الكره واقفه بس. متفقين؟ متفقين. حد طويل بيجيد العاب الهوا، حديدي خده انت وانا هاخد اللي بيجيد العاب الارض وسرعته مع مشير حنا، بنتفق على ده. اتفقنا ان فايقين وطويل قصير والدنيا ماشيه كويس خلاص. يبقى هنلعب مان وهنسلم ونستلم مع بعض في الكره ثابته بس. كرانر هلعب انا على الكوره، هلعب انا على الكوره مش هلعب بمان. مش هرتبط بمان، هلعب على الكوره. وقت الكورنر اللي على منتخبنا او على الاهلي ببقى فري، عمرو الحديدي هنا حر فري خلاص كله ماسك. وانا الوحيد بلعب على الكوره، ما بلعبش على مان، بلعب على الكوره بس. انت عايز تروح للكوره بس تطلع. خلاص انا بلعب على الكوره بس، زي بالظبط لما بتشتغل مع رادار انه بيصيب طياره بيبقى شغال على اتجاه اول لغايه ما يلتقي في ميعاد معين بيطلق الصاروخ على الطياره. احنا كده بنتفق كلنا مان، وانا هلعب على الكوره ايا كان بقى مين اللي جوه ال 18، انا بلعب على الكوره مش على الشخص نفسه. فدي مهمه جدا الكيمياء اللي ما بين اللعيبه دي وحارس المرمى، هم دول الاهم. دلوقتي احنا هنقيس بقى على اللي منتخبنا هيواجهه في كاس الامم. ما بقيناش بنعتمد على ليبرو، بقينا بنلعب باثنين مساكين خط واحد، بنلعب اربعه دايما في خط الظهر، باك رايت باك ليفت واثنين مساكين وراهم حارس المرمى له بنسبه كبيره الدور اللي كان الليبرو بيوجه بيه المساكين زمان ويتابع معاهم ويغطي في بعض الاحيان. مطلوب ايه من دفاع المنتخب؟ اعتقد استاذ محمد مش هيخلو الموضوع عن محمدي، محمود علاء، حجازي. حته الليفت اعتقد والله اعلم هيكون بنسبه 90% ايمن اشرف. ايمن هيرجع بقى لمكانه اللي بدا بيه قبل ما يعتمد عليه كمساك في الفتره هي المكان. كانت هي حديث الشارع المصري على الباك ليفت، اي احمد ايمن، ايمن اشرف، عبد الله جمعه، احمد فتوح، كان الكلام كتير في الموضوع ده. حتى اما جاب عمر جابر، هو حتى جرب عمر جابر امبارح في الباك رايت مكانه الاساسي. باهر محمدي، كل يعني الموضوع سهل، بس الكيمياء في الوقت لو انت هتقيسها لعبوا مع بعض كتير هتلاقي محمود حمدي لونش ومحمود علاء. هتقول انك انت الخبرات والاداء والثقه حجازي ومحمود علاء. محمود علاء شايف ان ده افضل اختيار للاثنين مثلا. ايه التوجيهات اللي عايز تقولها لهم في البطوله دي عشان نقلل فرص الخطا او ان يدخل مرمانا اي اهداف؟ بص احنا لما نتكلم عن خط ظهر بيحضر بهدوء وبدون انزعاج، انت بتدي لنص ملعبك وفرادتك طمأنينة ان الكرة هتوصل لك سهلة. اما بيحصل ازعاج في الاداء وببقى قلقان، انا بوتر نص ملعبي وفرادتي وحارس مرماي.
في الوقت دوت اعتقد ان حجازي اسم كبير في المكان دوت والاحتراف خداله من الخبرات بما فيه الكفايه في وجوده في النادي الاهلي او في منتخب مصر او في احترافه في الدوله اللي هو بيحترف فيها في انجلترا. محمود علاء اعتقد هداف الدوري 18 هدف. واحنا هنا بنتكلم عن اثنين مساكين من نفس النوع مع فارق الخبرات طبعا والعمر لصالح حجازي وحجم المشاركات الدوليه، لكن الاثنين من النوعيه اللي بتحب تحضر وتلعب كوره. ما عندهمش ما فيش فين المساكين اللي بيطلع اللي بيخلص الكوره بسرعه. حجازي ما بيقلقش. محمود علاء عنده حميه وعنده قلب تخليه يعدي في الحته دي كويس قوي. اعتقد ان مساكين نادي الزمالك في الوقت دوت هم الطرفين محمود حمدي ومحمود علاء عندهم الحته دي كويسه قوي قوي، بدايه الهجمه وانه يمسك الكره في رجله كويس. يمكن محمود علاء من التهديف والاداء والارتكاز في المستوى وثباته الانفعالي مخلي محمود علاء هو الاقرب يلعب. لو خد بالك الكيمياء اللي بينه وبين طارق حامد بينه وبين محمدي هتلاقيه هو مش قلقان. اللعب الكتير وحصولي على ان انا هداف الدوري للوقت اللي هو واخد ثقه في نفسه بادائه الفتره اللي فاتت ودخولك منتخب مصر. انت بقى كمل، انت اتخذت منتخب مصر كمل، هتلعب ولا هتقعد؟ دي مسؤوليه اللاعب نفسه بالظبط. خلاص دي مسؤوليتك، هو حجز مكانه في المنتخب، انت حجزت يكمل او لا دي معتمده على ادائه. هتلعب او مش هتلعب دي امكانياتك انت، مش امكانيات مدرب، دي امكانياتك انت، انت اللي هتفرض ادائك ومستواك على المدرب ان هو يقتنع انك انت تكون موجود. الاختيارات كان في خلاف عليها الفتره اللي فاتت وانتهى مجال الكلام ده وقلنا خلاص وقت دعم المنتخب. هل كنت مع الاراء اللي بتقول ان الاختيارات عندك تحفظات او تساؤلات على اختيارات الجهاز الفني للاعبين قبل البطوله، ولا متفق مع رؤيه الجهاز يا كابتن عمر؟ بص انا خلال الفتره اللي فاتت انا اختلف مع الجهاز في حاجتين بس. احسن باك ليفت في مصر حاليا هو عبد الله جمعه. حاجات كتير، أداء وسرعاته ومهارته وانه اشول وفراته، حاجات كتير قوي في الوقت دوت الكفه ترجح لعبد الله جمعه. حاجه بسيطه جدا ممكن الناس تختلف على اللي انا هقوله، بس انا مقتنع تماما ان الفتره بتاعت صالح جمعه دي هي انسب فتره يتاخد فيها منتخب مصر، انه احسن صانع العاب يوديك للجون من اقرب طريق، لانه رجع بمستوى عالي جدا للمباريات الاخيره معنا. ولو بصيت للنادي الاهلي لادائه لسرعات فراودته لتهديفه صالح جمعه رقم واحد. والناس اتكلمت عن محمد هاني كمان، يعني كنت بشوف الناس كل الناس على تويتر وعلى فيسبوك كل الناس دايما بتتكلم عن الثنائي ده، الباك رايت محمد هاني والباك ليفت، ان ادائهم سنهم معدل اللياقه عندهم كان يؤهلهم جدا للتواجد في المنتخب في الفتره دي، وانهم يبقى كمان بيعتمد عليهم. هو محمد بس وعبد الله مؤدبين زياده عن اللزوم فما بيعلقوش ما بيتكلموش. لا هم ما بيتكلموش، انا بتكلم عن راي الجمهور. هم انا بقول لك شفتش تصريح محمد هاني بيعلق فيه على حاجه؟ من احسن باك رايت وباك ليفت في مصر. من احسن باك رايت في مصر، من احسن باك ليفت في مصر طبعا، في وجود كمان احمد فتحي. يعني محمد هاني خد من الخبرات، راجل قعد لاحسن باك رايت في افريقيا، اتعلم منه، استمراريه لعبه في المباريات ادته من الثقه والثبات الانفعالي بما فيه الكفايه. زي ما حضرتك قلت، بس يمكن كان الشارع المصري كله مهتم جدا بعبد الله. هو ده التعليق اللي كنت بشوفه من ناس كتير جدا، من جماهير اهلي، جماهير زمالك، جماهير انديه تانية، بيتكلم عن رؤيته للافضل او الاصلح للمنتخب، انه كان بيطالب بوجود هاني وعبد الله جمعه. محمد هاني وعبد الله جمعه مع المجموعه اللي موجوده مع المنتخب. بص محمد، ما عندكش واحد يكون يعني صانع العاب بلاي ميكر يوديك للجون غير عبد الله السعيد وتريزيجيه. وليد سليمان مش بلاي ميكر. وليد سليمان حل الالغاز. لا وليد سليمان مكانه في الاساس بالزبط. المنطقه اللي كان بيلعب فيها محمد بركات، يعني بيلعب كهاف رايت، مهاجم من الناحيه اليمين. ورده مش صانع العاب. هتلاقي تريزيجي شويه وهتلاقي عبد الله السعيد شويه. اما صالح بيحلها من اماكن معينه. انا ما بقللش من قدرات اللي موجودين ولا بعلي من كفه شيء مش موجود، لا. احنا الصالح العام. عموما احنا بنتكلم يعني دي فيها الانسب والاحسن لصالح الكره المصريه. عموما دي دردشه فنيه بنسمع فيها وجهات نظر. في النهايه القرار اتخذ خلاص، والاختيارات حق اصيل للجهاز الفني، وفي النهايه هو الاكثر حرصا على النجاح، لانه هينسب له بالتاكيد هذا النجاح وهيثاب عليه من الجماهير واعلاميا وبكل الحسابات يعني الخاصه بوجوده ومسؤوليته الرسميه فنيا عن منتخب مصر، او بالحسابات كمان الخاصه بالتكريم والتقدير الادبي باذن الله لو كنا موفقين، وانه يثبت ان وجهات نظر
اكتر وهي الاكثر دقه وهي الاصح من خلال مشوارنا وادائنا في البطوله. وزي ما قلنا متفقين على انه ما فيش وقت للخلاف دلوقتي، والوقت فقط يكفي لدعم المنتخب، وانه الخلافات الفنيه او الرؤيه الفنيه هنتكلم عنها والمناقشات دي هتكون ربما بعد نهايه البطوله ان شاء الله. لكن كنا فعلا من الاراء والاسماء اللي سمعناها اللي كانت بتتمنى وجود هذه العناصر انها تكون فرص لدعم المنتخب ولاوراق واختيارات تدي فرصه وافضليه للجهاز الفني في بعض الفترات بوجود كوادر زي محمد هاني وعبد الله جمعه، مع عدد من الاسماء زي ما قال كابتن عمرو الحديدي من وجهه نظره زي نجم نادي الاهلي وصانع العابه الكابتن صالح جمعه. هو لاعب كمان واعد جدا في الفتره الاخيره واستعاد بريقه والكثير من قدراته الفنيه. خلينا نتكلم شويه عن بعد يعني امنياتنا للمنتخب ان شاء الله يكون في احسن حالاته ويكون الجهاز الفني واللاعبين موفقين وفي افضل حالاتهم، والدعم الجماهيري يكون زي ما حضرتك قلت يا كابتن عمرو مؤثر جدا وله اثر ايجابي على مشوار الفريق. الدوري المصري هنعمل ايه؟ معسكر خارجي استعداد، النادي الاهلي بيرتب رحله للفريق لاسبانيا، كابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن امير توفيق مدير التسويق بيستعدوا للسفر غدا. القيد الافريقي، مين بطل دوري الابطال، مين بطل الكونفدراليه، هنعمل ايه في نهايه الموسم ده والموسم الجديد؟ هقول لك على حاجه، كابتن سيد ما هيسافر يعمل معسكر هو عارف انه رايح يعمل معسكر للفريق اللي مسافر، مين اللي هيبقى موجود مين مش هيبقى موجود ده اعتقد قرار جهاز فني واداري العرض على مجلس الإدارة. مين اللي هيبقى موجود يجي النادي الأهلي ومين هيبقى مستبعد، مين هيطلع يتم إعارته، مين هيتم شراؤه، ده كله لغاية دلوقتي أنت مش قادر تحسم. 11/7 نهائي بطولة أمم، النهائي ما بعد كل اللعيبة دي هتدي 3-4 أيام وهتشتغل، نهائي الدوري عام لمباريات 3 مباريات أو مباراتين لكل فريق إذا كان الأهلي أو الزمالك، كأس مصر، المدة الزمنية بتاعت بدء الدوري انت لسه ما قلتهاش، لسه ما حددتهاش، لسه ما قلتش امتى، انت مش عارف مستر اجيري مستر لسارتي لو كمل هيكمل، لو خد الدوري احنا لسه في مباراتين، طيب في اتفاق مع مدرب تاني واحنا مسافرين نشوفه في نفس الوقت بنجهز للمعسكر بتاعه، وارد توقعات ان انا اكون مسافر وانا عارف ان في خبير بس اعتقد معنى كلامك كابتن عمرو، هل تقصد انه فكره ان الدوري لسه ما اكتملش او ما انتهاش تصعب جدا فكره التغيير والترتيبات للموسم الجديد؟ انت لغايه دلوقتي مش قادر تحدد التغييرات او الثبات للموسم 19/20 تم ان لم يتم، لسه ما ظهرتش اي حاجه. انت في حاجه واحده بس، انت بتفكر في بطوله امم، بعدها مباراتين في الدوري العام، مباريات كاس مصر، ابتدي اجهز للموسم الجديد وكل فريق تبقى لا. اعتقد الاجنده دي اتقفلت قبل بطوله الامم لكل مجلس اداره نادي عارف ايه اللي مطلوب من عنده، كتب تقاريره اذا كان من الجهاز الاداري او من الجهاز الفني للاختيار مين ينضم للفريق، استبعاد مين، اعاره مين، كل الكلام ده اتحسم. تجهيز للمعسكرات، يبقى انت بتبص على الموسم الجديد بنسبه 70% و30% بعد بطوله امم ان شاء الله لحسم الدوري العام. ما هو رحلة أسبانيا إن شاء الله من أجل الترتيبات للمعسكر الخارجي الموسم الجديد، ترتيبات المعسكر الجديد وظهور اسم في أسبانيا لمدير فني جديد. لسه من وجهة نظرك ده لم يحسم بعد فكرة أنه الاستمرار أو التغيير في الجهاز الفني؟ محطوط في الحسابات 3 أو 4 أسماء هتحسم بعد نهاية الدوري، أو اتفق أو حصل تربيط أو حصل اتفاقات أو وصلوا لجزء معين من الاتفاق بعد نهاية الموسم او بعد بطوله الامم تظهر حاجات كتير مختلفه. طيب المقترحات اللي كان ممكن تحل المشكله، في ناس بتقول خلاص الدوري شكله كده صعب السنه دي، الجدول مضغوط جدا، فكره وارتباطات الاهلي والزمالك والفرق المصريه اللي كانت موجوده في البطولات الافريقيه، وتغيير الاجنده الدوليه بموعد جديد لكاس الامم عشان يتوافق مع اجنده البطولات الدوليه، يعني الترتيبات الجديده اللي تمت بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي كان مستحيل مع ان الموسم يمشي بشكل عادي. في ناس بتقول لا احنا اللي ما اشتغلناش بشكل علمي وكان ممكن البطوله تبقى مواعيدها محدده ومرتبه بشكل افضل كتير، راي حضرتك ايه؟ مش احنا كنا بنتكلم انا وحضرتك في الفاصل ان في انديه زي المغرب نهت الدوري وتونس بتلعب بدون الدوليين، احنا قلنا قبل كده المغرب خلاص بتنهي الدوري وتونس يعني استقرت على الاستكمال بدون الدوليين. طب ايه المشكله؟ وده كان مقترح اتقدم لاتحاد الكوره من النادي. المشكله ان انا كنت استمر بدون الدوليين، كل نادي عنده 4 5 او لعيبه هم رمانه الميزان اللي هتعلي بطوله الدوري، او اللي هو حاسس ان هي اللي تقدر تعلي كفه الفرقه دي، ان الاسماء دي لو مش موجوده وقعت اسم فريق. اعتقد النادي الاهلي
اول من عمل تصريح وقال فيه انا ما عنديش مانع ان انا اكمل بدون الدوليين. صح الكلام، عشان ينتهي الموسم قبل البطوله، وده كان هيبقى حل مرضي جدا، عشان يبقى في فتره استشفاء للعيبه. انت بعد بطوله الامم عايز اكون انا جاهز في الوقت دوت عشان افكر في الموسم الجديد، ما يبقاش في لضم للموسم القديم والموسم الجديد ورا بعض، ما بيلحقش اللاعب ياخد راحته فالاصابات بتزيد. الموسم الجديد والاستعدادات له ازاي يكون افضل يا كابتن عمرو، وازاي نتفادى اخطاء فنيه في اجماع في الاراء على اننا شفناها في الموسم اللي لسه ما انتهاش؟ يبقى في وقت، يبقى في مساحه، يبقى في تخطيط بدون تغيير، تخطيط لمواعيد دوري عام بدون تغيير، بدون تجاوزات، مش لصالح الاهلي ولا لصالح الزمالك ولا لصالح غيره، الصالح العام اللي هو اجنده العمل بتحط فيها المواعيد بدون تغيير مهما كان حصل، مهما حصل بدون تغيير المواعيد ثابته. بيحصل اتفاق ما بين الانديه والمنتخبات والاتحاد بالمواعيد، مواعيد الاتحاد الخاصه بتجمع المنتخب ثابته، مواعيد اللعيبه المرتبطه بانديتها في الخارج، مواعيد الانديه اللي بتلعب افريقيا، مواعيد الدوري العام، كل دي اجنده فيها كذا مشهد، مشهد الافريقي لميعاده، مشهد الدوري العام لميعاده، مشهد كاس مصر لميعاده، مشهد المنتخب لميعاده. بلاش الملف ده يجي على الملف ده، بلاش الميعاد ده يعدي الميعاد ده، كل وقت بتتمنى يبقى في جدول محدد من البدايه للنهايه بدون تعديلات، بدون اي تغيير، بدون تغيير مهما حصل، مهما الاسماء الناس اللي تدخلت في الموضوع، مهما اسماء الفرق اللي هتمتنع عن الاشتراك، انا بحط شيء ما بيتمش تغييره، انا بحط منهج ومستني اخر سنه الامتحان. طيب ده على مستوى ترتيبات اتحاد الكره للموسم الجديد ان شاء الله. على مستوى النادي الاهلي وإدارة كرة القدم في النادي، الكابتن الخطيب خد قرار بلجنة للتخطيط والتطوير، الدكتور طه اسماعيل، كابتن زكريا ناصف، وكابتن خالد بيبو. إزاي فنيا يبقى شكل الأهلي أفضل في الموسم الجديد ويبقى أكثر إرضاء لطموحات الجماهير على المستوى المحلي والأفريقي أيضا، لأن بقى عندنا مجموعة وإضافات وصفقات جديدة كان يفترض معاها الشكل الفني يبقى أفضل من كده كتير. أعتقد محمد الكابتن محمود لما خد قرار في وجود كابتن طه وكابتن زكريا وكابتن خالد في الوقت دوت، أنت لازم يبقى عندك لجنة للاختيار الأسماء اللي تنفع وجودها في النادي الأهلي، وتبقى في نفس الوقت لجنة تسويقية اللعيبة المتبقية تعار لأي نادي أستفيد منه في الاحتكاك إنه هيرجع لي تاني. كلنا شفنا أحمد حمدي وشفنا أحمد ياسر والأداء لهما، عمر حمدي شفنا اللعب في حد ذاته محمد بيزود كتير قوي من أداء اللاعب. في الوقت اللي الكابتن خطيب خد فيه قرار لوجود لجنه، احنا بنحط نفسنا مكان اللجنه دي. اي واحد فينا شاف لاعب كويس في مكان بيروح يقول عليه النادي الاهلي احنا شفنا لعيب في المكان الفلاني كويس، شوفوه. احنا كلنا بنعمل كده حتى لو احنا موجودين في اللجنه او بره اللجنه. لما واحد من نجوم النادي بيطرح اسم بيقولهم يا جماعه خدوا بالكم اللاعب الفلاني، او انا شفت في بطوله داخل او خارج مصر اللعيب ممكن يبقى اضافه له، فعلا بيلتفتوا لده وبيبداوا يبصوا على اللعيب. لا انت كنت هتتكلم مع مين؟ هتكلم مع كابتن سيد، كان زمان الكابتن رمضان، الكابتن ثابت الله يرحمه، وكابتن طارق الله يرحمه، بتقول كابتن علي عبد الصادق، انت بتقول لمدير الكوره انا شفت كذا. دلوقتي بقى في لجنه، ممكن تقابل الكابتن طه، ممكن تقابل الكابتن زكريا، تقابل خالد، تقول له ان في شفت كذا كذا. هو انت مش بتكتب تقرير، انت شفت من وجهه نظرك، عشان انت كنت في يوم من الايام في مكان الشخص اللي انت بترشحه وفي اسم رشحك، انت بتقول هذا اللاعب ينفع يكون موجود في النادي الاهلي، بصوا عليه. بتشوف ان ده حق النادي عليك بالظبط، عشان حب المكان والكيان، فعايزه يكبر ومهما حصل دولاب بطولاته يتملي اكتر من مكان. ده انت بتشيل منه وبتضيف له، بتشيل منه القديم يتلمع وبتضيف له الجديد اللي عمره ما هيتشال تاني. تستمر بقى الدايره دي، التدوير دي موجوده، ازاي تبقى موجوده في النادي. التدوير دي موجوده في كل الاحوال. خلينا نتوقف يا كابتن عمرو مع فاصل قصير، وبعد الفاصل نستكمل هذا الحوار. اهلا
اهلا بحضراتكم مره تانية، ونجدد الترحيب بالكابتن عمرو الحديدي نجم منتخب مصر ونادي الاهلي سابقا. اهلا بيك مره تانية كابتن عمرو. ربنا يخلص محمد. كابتن عمرو، انا بفتكر رايك وحوارنا معاك وقت الصفقات وفتره الانتقالات الشتويه، قلت ان النادي الاهلي تغلب على اي نقص في صفوف الفريق وكمل الفريق بصفقات كويسه جدا ومقنعه جدا فنيا في كافه الخطوط، وان الكره اصبحت في ملعب الجهاز الفني واللاعبين. شايف ايه بالنسبه للفتره دي، وايه الاسباب اللي خلت الاداء مش على قدر الاسماء وحجم الانفاق اللي النادي انفقه والصفقات اللي موجوده في الفريق؟ بص يا محمد، اللعيبه بتاع النادي اللي موجوده حاليا، اي مدير فني يبقى موجود لازم يكون في بصمه وفي اضافه. اللي موجودين هم الامكانيات بتاعت كل لاعب بتجمعها بتبقى مسمى فريق النادي الاهلي. كل واحد بيلعب باللي هو عارفه، من حارس مرمى لخط ظهر لنص ملعب لفراوده، لاداء مش هقول عليه ارتجالي، لا، في تطوير، في ابتكار. انت بتبقى مشروح لك شيء في المحاضره وبتنزل بتنفذ شيء تاني خالص، عشان انت جوه الملعب جوه المطبخ بتأدي باداء معين. مستر لاسارتي بيدي اسلوب معين للعيبه، اعتقد مش واصل بنسبه اكتر من 25%. مش اكتر من 25%. تطبيقه يعني لسه، تطبيق الرؤيه الفنيه اللي حطها المدير الفني لاسارتي للفريق، لسه الرؤيه الفنيه دي مش شايفها في الملعب كما ينبغي. لسه انت اما انها مش واصله للعيبه بالشكل الكافي، او انها محتاجه تطوير. اداء رمضان صبحي هو اداء رمضان صبحي اللي هو جايبيه، ما فيش إضافة من المدير الفني وتطوير من أداء رمضان. نفس الكلام لحسين الشحات، نفس الكلام لوليد أزارو، نفس الكلام لأجاي لجيراردو، كل ده لعمرو السلية. في فعلا إجماع في الآراء على النقطة الخاصة برمضان صبحي، نجم إمكانياته عالية جدا فنيا وبدنيا. الكل بيقول إنه شغل الجهاز الفني اللي ممكن بقى يخليه يطلع أحسن ما عنده، يخليه يوصل لافضل انتاج له كلاعب محترف في الملعب. انت عكست بقى، وده شغل مدير فني. انت عكست اللي ظهرت امكانياته اللي هي موجوده جواه لاصراره، هو صالح جمعه بس. صالح جمعه بس. انت ما احتوتش حسين الشحات في امكانيات حسين. عندي حسين اكتر من كده، عندي حسين الشحات اكتر من كده، عند رمضان اكتر من كده. انت وصل بيك انك كنت بتبقى شايف عدم سوء توفيق كبير لأزارو، وانت مصمم لوجوده في الملعب وبتدي مده بسيطه قوي. طيب لمروان، هنعرض وجهه نظر ثانيه. الناس اللي لها وجهه نظر وبتقول انه لاسارتي الفتره اللي فاتت قدر يرجع لاعبين لمؤشرات اداء افضل فني وبدني، زي اهداف مروان في الفتره الاخيره بعد ما كان بعد عام كامل قضاه في مرحله اصابه ورحله علاج، زي عمرو السوليه وانه بدا يبقى له دور هجومي شويه يضاف لقدراته الدفاعيه في نص الملعب، زي يعني صالح جمعه واشدت بادائه في الفتره اللي فاتت كابتن عمرو. ففي قضيه خلافيه هنا، في ناس بتقول انه فنيا لاسارتي له بصمات رجعت بعض اللاعبين وانتاجهم بقى عالي في الاهلي، كانوا الفتره اللي فاتت انتاجهم محدود جدا. رايك ايه؟ ممكن اكون انا عندي سوء توفيق وعدم ثبات في ادائي، بس المفروض دول لعيبه النادي الاهلي احسن لعيبه في مصر، يكون عندهم الاداء. في ناس تانية مستمر ثابت على في ناس. هقول لك حاجه من ضمن الحاجات برضو اللي انا كانت يعني مقلقاني، ياسر ابراهيم وايمن اشرف. ياسر ابراهيم وايمن اشرف، انا مقتنع ان ياسر ابراهيم من احسن المساكين في مصر، بس في حاجه مش مظبوط. محمد هاني، قصدك كدويت وتفاهم مع بعض كمساكين في الملعب. احمد فتحي، علي معلول، من ضمن الناس اللي موجوده وهايله. علي، انت بتتكلم ان علي معلول اهو اداء رجولي وفردي لاداء لمستواه. عمرو السلية حته الامكانيه، مروان لتهديفه، صم وليد ازارو عن التهديف، دي ملهاش دعوه، هي درجه تركيز اللاعب والاخطاء البديل اللي هو فيها. مثلا وليد ازارو كفيرويد وانا قاعد على دكه التحتيات بتفرج عليه الاداء وايه اللي هو مش موفق فيه، وفجاه بنزل اادي الاداء واللي وقع فيه وليد ازارو انا بتلاشاه، فبظهر ان انا في الوقت دوت امكانياتي اعلى، درجه تهديفي. طب ايه اللي ممكن نعمله يعني، ايه اللي ممكن يخلينا نوصل لافضل درجه من التفاهم الفني، او ان رؤيه الجهاز الفني بقياده لاسارتي
وكل الخبرات الموجودة في الجهاز الفني للأهلي توصل كاملة الرؤية دي للعيبة ويطبقوها بأفضل شكل، وإن اللعيبة يوصلوا مع الجهاز الفني لأفضل معدلات أدائهم الفني والبدني في المعسكر القادم في أسبانيا إن شاء الله. إيه المطلوب أكتر اللي شايف إن إحنا نتلافاه أو نتفادى تكراره من الموسم الحالي عشان أدائنا يبقى مؤشرات مختلفة خالص؟ اقتناع اللعيبة بإمكانيات المدير الفني بتاعها. اللعيبة لو المدير الفني مقنع بفكره وأدائه هتشوف إبداع من اللعيبة من كل خطوط الملعب، من أول الحارس لغاية الفيرود لغاية البدلاء. اقتناعك بقيمة وفكر المدير الفني اللي انت شغال معه. بس دي موجودة طول عمرها في لعيبة الأهلي يا كابتن عمرو، يعني النهاردة لك خبرات كنجم محترف في النادي الأهلي كويس وفي منتخب مصر، كنت دايما معروف وبتقول لنا انه من الاساسيات والمبادئ المتفق عليها في النادي الاهلي ان اللاعبين طالما النادي تعاقد مع جهاز فني ومدير فني فاولا بيبقى فيه مراعاه لكوادر معينه متميزه فنيا في الجهاز الفني عشان تتولى مسؤوليه اسم بحجم النادي الاهلي، وانه اللاعبين بيحترموا ده بلا حدود، يعني خلاص بيحاولوا يطبقوا، يعني دايما تقول ان اللاعب في النادي الاهلي بيسمع تكليفات مدربه مش طبعًا. بيلعب بمزاجه في الملعب، كان كابتن صالح وكابتن طارق يقول لك قران، فده موجود المفترض ان ده موجود طبعًا. في لاعبينا وانهم مدركين تكلفات الجهاز الفني ورؤيته الفنيه والخططيه مهمه بنسبه قد ايه، ولكن عايزين حاجه ترضي الجمهور او مقنعه اكتر، ان ببساطه الناس شايفه المجموعه اللي موجوده ممكن تقدم كوره احسن من كده، عندها ثقه في ان المجموعه اللي موجوده في الاهلي اقوى من كده، عشان كل واحد رسم اللاعب او التيم اللي موجود ده هينفذ اعلى درجه لطموحه، لا ده اقل درجه في طموحه. فوصل انا مش متعود ان ده مش دي امكانيات الفرق اللعيبه اللي انا شايفها عندها اكتر من كده. انت لو بصيت لعيبه النادي الاهلي في اواخر 5 ماتشات انا بفكر في التهديف وبعدين الشكل الجمالي. طول عمر النادي الاهلي استحواذ شكل جمالي سكور عالي، طول عمر النادي الاهلي كده. كان مستر هولمان يقول لك ايه هي ربع ساعه، انا مش هتكلم هي ربع ساعه وعايز اشوف، كنا بنقعد نتفرج، احنا كنا بنقعد نتفرج. مستر هولمان كان بيقول للصحافه والاعلام انا ما يهمنيش لو دخل مرماي هدفين، انا بجيب 4 و5 في الماتش، يعني بلعب 4 تجوان بكسب 5-2 بكسب. وكان يقول لك انا متاكد ان مرماي مش هيجي فيها اهداف، في كابتن احمد شوبير وكان في عندي خط، وقال لو دخل مرماي هدف مره سئل ليه بيدخل مرماي اهداف، قال لهم انا بلعب كره هجوميه صريحه في الملعب وبجيب اهداف كتير جدا. هقول لك على حاجه قالها مستر هولمان في وجوده في نادي الزمالك، بيسألوه في أحد القنوات أو في أحد البرامج، قال لك أنا كان عندي 2 في النادي الأهلي في خط الظهر، مشير حنفي وعمر الحديدي، كنت بقى مطمئن جدا لإمكانياتهم واتفاقهم مع الكابتن أحمد شوبير إن إحنا كنا بنوصل للأسبوع الـ 18 ما يخشش فيك هدف. طبعا بمساعدة الزملاء، وكان محمود ابو الدهب، وكان كنت ايامها عاملين كمان الجيل ده كان عامل ارقام، احسن دفاع واحسن هجوم في الدوري، يعني اعلى نسبه تهديف واقل اهداف بتخش مرمى، 18 مباراه لم شبكه نادي الاهلي عذراء، واعلى نسبه تهديف لفراوده. بعدين المجموعه دي اللي اسمها كانت مع بعض في الدفاع كانت قويه جدا، يعني كابتن عمرو الحديدي مع كابتن ابو الدهب وكابتن مشير حنفي وكابتن سمير كمونه، بنتكلم عن مجموعه كلها عندها امكانيات، مجموعه قويه فعلا الحمد لله. يعني هي كان ادائكم بالارقام مميز. شوف انت لسه بنقول ايه، اقتناعنا بامكانيات المدير الفني واحنا عندنا الاداء اللي احنا ننفذ. مدير فني مقنع بادائه وفكره بينطبع على اللعيبه، واللعيبه في وجودها في الملعب تبتكر بالاسلوب اللي هي عشان هي في الوقت ده. يعني هل ببساطه شايف ان احنا محتاجين درجه تفاهم اكتر فنيا بين الجهاز طبعًا. الفني واللاعبين في الموسم طبعًا. الجديد طبعا، او تبدا من خلال معسكر التحضير في اسبانيا في الوقت اللي انت يا استاذ محمد هتبقى مقتنع بيه جدا ان اداء اللعيب ده، هنقول مثلا استاذ محمد الجندي لعيب هايل في الوقت اللي انت بتتالق فيه بتتصاب. الشغل كله فني وبدني وطبي كل حاجه، محتاجين نوع من مكتمله انها يعني تبقى اكثر الهارموني فيها الانسجام طبعا في الموسم الجديد. خلاص هي مجموعه نقاط بتجتمع مش نقص على صفوف الفريق، لا 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 ولا احتياج لصفقات جديده، لا 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 لا. فعلا النادي انفق وحقق صفقات مهمه جدا. انت لو رجعت اللعيبه اللي انت طلعتها اعاره انت خدت كل اللعيبه الموجوده في مصر. انت لو رجعت اللعيبه اللي انت طلعتها اعاره الانديه اخرى خدت احسن لعيبه في مصر. انت مش محتاج حد تاني، هتجيب مين تاني؟ رجعت احمد ياسر، رجعت احمد حمدي، رجعت عمار، رجعت حسين السيد، انت عايز مين تاني؟ ما انت عندك في كل مكان 3 لعيبه اهو. وفي صفقات اقنعت الجمهور كمان، يعني دخلوا في المباريات الاساسيه وفي التشكيل الاساسي واقنعوا الجمهور بسرعه جدا، وبقى في اعتماد وثقه فيهم جماهيريا واعلاميا وفنيا في النادي، زي ياسر ابراهيم وحمدي فتحي، يعني ثبتوا اقدامهم بسرعه جدا مع الفريق. انا هنا مع حضرتك قلت لك احسن ديفندر في مصر صغير السن، بسم الله ما شاء الله ربنا يكفي شر الاصابه، حمدي فتحي. واحسن لعيب في مصر في نص الملعب محمد محمود. افتكر كلامي اهو،
انا فاكر هيبقى الفتره اللي جايه دي هو ربنا ليه حكمه ان هو بعت في الفتره دي للاصابه، هيبقى احسن لايف في مصر. هو مصر هتعتمد على محمد محمود وحمدي فتحي. محمد داس ما كانش موفق، انه الاصابه جات له بسرعه جدا بعد الانتقال للاهلي، وكانت لمساته حتى فيها ثقه وفيها كنت هتلاقي رقم مهاره كبيره في مباراته، بس سنه صغير وان شاء الله يرجع بقوه. كنت هتلاقيه موجود في منتخب مصر ان كمسار اجيري مقتنع باقتناع تاني كبلاي ميكر مهم جدا، بس انه لسه صغير يعني، ان شاء الله يرجع بقوه خلاص بالجراءه دي وفي السن دوت وبيلعب كده ومش هايب ان هو ده أداؤه. وهو طبعا هو اللي كان في الاختيارات الموجودة مع منتخب مصر قبل انضمامه للأهلي كمان، يعني طبعا كان بدأ كان موجود في منتخب مصر قبل ما بدأ ينضم لمعسكرات المنتخب قبل ما ينتقل للأهلي. ومن اللاعبين وكان في أسماء كان بيعتمد عليها وكانت المنتخب بيفكر فيها قبل ما تيجي النادي الأهلي، كان منها الأسماء دي عمرو الحديدي والجمعة، مجموعة من الأسماء اللي كانت دايما بينظر لأدائها مع أنديتها حتى، وكان ده سبب من أسباب انتقالها للنادي الأهلي. بتبقى موجود في ناديك ومميز، الانديه الاخرى بيبقى فيها نظره بتشوف اه ده لعيب دولي خلاص بيبدا يخش زي طاهر طاهر محمد طاهر، يعني في اسماء موجوده. انت دلوقتي لما بتبقى في ناديك لعيب مميز بتنتقل لازم تضيف، صحيح لازم تضيف، بيضيف لك اسم وثقه لوجودك في النادي الاهلي، وبتضيف لاسم النادي الاهلي ادائك اللي هو بناء عليه تم اختيارك. دي صعبه قوي يعني. في نقطه من ضمن الكلام اللي احنا بنقوله، بص احمد علي فترة وجوده في منتخب مصر عايز يعمل لنفسه حاجة، مع انه هو اكبر اللعيبة في الفراودة سنة، عايز يقيس لنفسه قيمة معينة ان انا هداف دوري وانا جدير ان انا اكون موجود في منتخب مصر. شايف المباريات اللي باقية من عمر الدوري المصري ازاي؟ هيستكمل بقى باي سيناريو هيقرره اتحاد الكرة ولجنة المسابقات بالتنسيق مع الاندية الاهلي والزمالك، كل الاطراف اللي هي المعنية بالقمة والمنافسة على لقب الموسم ده، راجعين على مباريات قوية. دايما مباريات الدوري التوقف بيبقى قبل الموسم الجديد، بيبقى في فترة كده بين الدور الاول والتاني، وبنبدأ المباريات بشكل تدريجي فني من الاقل للاقوى. لكن احنا راجعين على مباريات مصيريه، مباريات كانها مباريات كؤوس ومباريات نهائي في الكؤوس. اهلي ومقاولين؟ مقاولين والزمالك. زمالك واسماعيلي. اهلي وزمالك. صح؟ انت حسبت الملف بتاع الهبوط. انت منتظر ملف التتويج. انا قلتها وبقولها تاني، كانت الناس مقتنعه ان فريق الزمالك هتكسب كل الماتشات والاهلي هيكسب كل الماتشات. حصل العكس. الاهلي وصل للي هو عايزه من الموسم ده للتصحيح للموسم القادم. الزمالك كان في الوقت دوت هو الأقرب، في نفس الوقت هو اللي بعد شوية شوية. الناس بقى بتتخيل مباراة المقاولين هي طوق المناجاة للنادي الأهلي، مباراة الإسماعيلي مع الزمالك هيعملوا إن شاء الله إن شاء الله. افتكر اللي احنا بنقوله اهو، هتبقى مباراة القمة محسومه للنادي الاهلي قبل ما المباراه تيجي. متوقع ان الدوري يبقى محسوم للاهلي قبل مباراه القمه. ما انا قلت كده وقلت اللاعبين نجوم النادي الاهلي، نجوم النادي الاهلي يستحقوا ان الناس زعلت وانتقدت في بعض المباريات المستوى الفني مش مرضي، الكره الجميله كره النادي الاهلي مش موجوده، ولا يستحقوا الاشاده لانهم قدروا يجمعوا اكبر عدد من النقاط في الدور الثاني ويتصدروا المسابقه ويتداركوا الخلل الفني والدروب اللي حصل في الدور الاول؟ هنقولها على جزئين صغيرين قوي. حزن الجماهير لاداء النادي الاهلي، هو عايز عشمان في لعيبه النادي الاهلي يكون عندها عايز فوز واداء ونتائج. انا عايز ايه؟ كل حاجه. انا عايز افريقيا وعايز دوري وعايز كاس وعايز سوبر، ومش عايز اكتر من كده. انت بعدت عن الدوري، قال لك ركز في الكاس، ركز في الدوري. النادي الاهلي متعود انه بيحصد البطولات اللي بيشارك فيها ايا كان الموسم. قصدك لما بعدنا عن بطوله افريقيا ان خلاص تركيز على الدوري دلوقتي، خلاص افكر في الدوري. انا عايز ابقى متواجد، مش هتبقى دي ولا دي ولا دي. النادي الاهلي عمره ما خرج بره اطار ان البطولات المطروحه للمسابقه ملك النادي الاهلي. لو اخفقت في بطوله في ثلاثه او اثنين موجودين، انت معود جماهيرك انك بتاخد ده كله، فخلاص مش مطلوب منك اكتر من انك انت تركيزك يعلى عن المعدل العادي لاسعاد جماهيرك اللي واثقه في امكانياتك. نقول لك شابوه في حاجه واحده، انت كنت بعيد وقربت من التتويج، بس ما تتكررش تاني عشان الدرس بيتحفظ مره واحده بس. الدرس بيتحفظ مره واحده بس، احنا اتعلمنا من الاخطاء، ما تتكررش في الموسم القادم. يبقى بقى التركيز المعروف عن النادي الاهلي وانه بيبدا يبقى سابق في المسابقه من بدايتها، يعني متفوق على المنافسين من بدايه المسابقه، وهم اللي بيحاولوا يقربوا يلحقوا
عدد النقاط اللي عند الاهلي ده اللي احنا اتعودنا عليه بالزبط. فاللي حصل الموسم ده يبقى استثناء. انا مش هوصل بيها الكلام، انا بقول ان انا اعداد وتجهيز واحلال وتجديد، دي مش شماعه. النادي الاهلي ما عندوش شماعات لده. انا جبت نقاط القوه اللي تعلي كفه النادي الاهلي من الاسماء اللي اتضافت. الفتره اللي جايه انا فهمت الدرس الاولاني، ماليش نصيب في بطوله افريقيا، انا موجود في الدوري. لو خدت الدوري وعودت جماهيرك او زي ما جماهيرك اتعودت انك انت متعود تحصد له المجاميع كلها للبطولات اللي هو بيتم التنافس عليها، فهو بيقول لك انا مش عايز منك اكتر من التركيز، اكتر من المعدل العادي 100%. افهم الدرس، فهمته كويس، انت صعبت علينا المهمه وسهلتها على نفسك في الاواخر. انا فهمت الدرس كويس كجماهير وانت فهمته كلاعيبه. الاداء اللي هيفرحني انك تاخد البطوله للفتره اللي جايه، بعد كده هتلاقي جماهير الاهلي اوتوماتيك. نفكر بقى في الموسم اللي جاي وان شاء الله يبقى دوري وافريقيا وكاس يبقى شكل مختلف بالظبط ان شاء الله. باذن الله نكون موفقين، وزي ما قال كابتن عمرو الحديدي يبقى في انطلاقه جديده للفريق والتحضير للموسم الجديد بافضل شكل ممكن، مع تركيزنا على المباريات المتبقيه واستكمال الدوري المصري ان شاء الله، والفوز بالبطوله يكون من نصيب نجومنا والجهاز الفني واللاعبين في فريقنا الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، ويكلل مجهودهم هذا الموسم بهذا النجاح بحصد بطوله الدوري الممتاز. ولكن الشكل كمان يبقى افضل على كافه المستويات، الاداء والنتائج والتركيز ووصول اللاعبين لافضل حالاتهم او للتوب فورم فنيا وبدنيا واعلى درجه زي ما قال ضيفنا الكابتن عمرو الحديدي، من الانسجام والتفاهم الفني بين الجهاز الفني والرؤية المشتركة اللي بينقلها للاعبين لتطبيقها في المباريات. أسعدتنا بوجودك معنا النهاردة، بشكرك جدا يا كابتن عمرو، وإن شاء الله تتكرر لقاءاتنا معاك ونسعد بيك على شاشة قناة الأهلي. شكرا أستاذ محمد، أنا اللي أسعد، ربنا يكرمك، وأتمنى أكون موجود في قناة النادي الأهلي اللي بتحسسنا إن إحنا ما بعدناش خالص، إحنا لسه موجودين في بيتنا النادي الأهلي، وبالتوفيق النادي الأهلي ومجلس إدارته ولاعيبته إن شاء الله، ودايما بتنورنا في بيتك وعلى شاشة قناة الأهلي يا كابتن عمرو. ربنا يخليك. بشكر الكابتن عمرو الحديدي نجم الكرة المصرية ونادي الأهلي سابقا هذا الحوار، بشكر حضراتكم على المتابعة، ولكن ابقوا معنا، فقراتنا مستمرة في الأهلي الليلة بعد الفاصل، زميلي العزيز الكابتن خالد العوضي وحواره ومتابعته للرياضات الأخرى بعيدا عن عالم كرة القدم، وحيستضيف النهارده في استوديو قناة الأهلي وعلى شاشة قناة الأهلي الكابتن حمدي الصافي نجم نجوم الكرة الطائرة في مصر وفي النادي الأهلي سابقا.